ودلوقتي مشاهدينا جمعتنا مع موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. نسر مواجهة الأهلي وسموحة، ده اللقب اللي أطلقته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي واللي اختارت محمود عبد المنعم كهربا، هو نسر مباراة امبارح أو مواجهة سموحة والأهلي في كاس مصر، والمباراة جمعت الفرقتين على استاد القاهرة الدولي. الصفحة علقت على الصورة وكتبت: نسر مباراة اليوم هو لاعبنا محمود عبد المنعم كهربا بتمريرتين حاسمتين وهدف، ومستوى أكتر من رائع، استمر. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي قال في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على سموحة إن كهربا قدم أداء ممتاز وساهم في تقدمنا في الشوط الأول، والتزم بالتعليمات الفنية اللي قدمتها له وكان على قدر الثقة، وقال كمان: عندنا مزيد من الوقت لغاية نهاية الشهر للتعاقد مع مهاجم، احنا قمنا باختيار المهاجم ده بالفعل وفي مفاوضات جارية في الوقت الحالي. الكل عارف ان المفاوضات هتكون مرهقة سواء مع اللاعب او موافقة ناديه والطلبات المادية، لكن انا واثق في ضم المهاجم قبل نهاية سوق الانتقالات. عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة قال إنه تقرر تأجيل نهائي كاس مصر واللي هتجمع الأهلي وبيراميدز بسبب مشاركة الأهلي في كاس العالم للأندية، وقال إنه هيتم الإعلان عن الموعد الجديد مع المؤجلات الخاصة بالنادي الأهلي لارتباطه بالمشاركة في بطولة كاس العالم للأندية ومواجهة فريق أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير. أيضا بالأمس أعلن كابتن أحمد حسام ميدو المدير الفني للنادي الإسماعيلي قائمة الفريق اللي بتستعد لمواجهة طلائع الجيش النهاردة الساعة 5 مساء. المباراة هتكون على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 14 لمسابقة الدوري المصري. أما البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك طلب امبارح من جهازه المعاون تجهيز سيد عبد الله نيمار ومصطفى شلبي ثنائي الفريق، وده عشان يعتمد عليهم النهارده في لقاء القمة المقبل قدام الأهلي في استاد القاهرة يوم السبت اللي جاي في الجولة 14 للدوري. نتحول بقى لكاس العالم لكرة اليد، واللي فاز امبارح في منتخبنا منتخب مصر على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 35-16، وده ضمن ختام منافسات المجموعة السابعة. بكده منتخب الفراعنة نجح ان هو يحقق العلامة الكاملة في المجموعة السابعة، وده بعد ما فاز في جميع مبارياته في الدور الأول. فريق نابولي امبارح ودع بطولة كاس ايطاليا من دور ال 16، وده بعد ما خسر قدام كريمونزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد تعادل الفريقين بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب دييجو ارماندو مارادونا ضمن منافسات دور ال 16 في كاس ايطاليا نسخة 2022-2023. ومع آخر أخبارنا النهاردة، نادي ليفربول حقق فوز صعب على وولفرهامبتون بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب موليانو ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وبكده اتأهل ليفربول لمواجهة نادي برايتون في الدور الرابع من البطولة. موجز الرياضة خلص، لكن فقرتنا الرياضية لسه ما خلصتش. شاذلي وهدير هيكملوا معاكم دلوقتي استوديو تحليلي صغير عن اللي حصل امبارح في مباراة الأهلي. اتفضل. نشكرك كمان، واخبار تانية رياضية بكل تأكيد هتكون معانا